مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح تفصيل عقد الدرة في الطرق العشر لنافع لفضيلة الشيخ محمد ابن الشريف السحابي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. ففي الدرس السابق والأول، وهو مقدمة لشرح تفصيل العقد لابن غازي رحمه الله، ذكرنا يعني تاريخ هذه القراءات وكيف جاءت وشيوخها، بعض شيوخها، وانتقالها من الأندلس إلى فاس وإلى مراكش وإلى أقاليم البلاد الأخرى من بلاد المغرب وكذلك إلى بلاد الجزائر. وانتشرت هذه القراءات الروايات العشر عن نافع، وذكرنا أنها يعني لم يعني يقرأ بها غير أهل المغرب إلى الآن، فهي يعني مقتصرة، هذه القراءة مقتصرة على بلاد المغرب، وذكرنا أنها مع قلة من قرأ بها في هذا الزمان، ولكن والحمد لله ما زال يعني لها بعض من قرأ بها، وأسانيدها معروفة مسطورة في كتب التراجم وكتب التاريخ، وعلماؤها يعني مشهورون بالإمامة والحرق في هذا العلم، في علم القراءات، وكانت يعني كثرة المدارس التي تقرأ فيها هذه الروايات كثيرة وكثيرة في بلاد المغرب. في هذا الدرس إن شاء الله سنقتصر على رمزيات ورسميات، كذلك أسماء القراء والرواة الذين قرأوا على نافع بهذه الروايات العشر. أولا، في هذه القراءات العشر أن نافعا له أربع رواة، ومعروف أن نافع من طريق التيسير والشاطبية له راويان فقط، لكن في هذه الروايات أن نافع له أربع رواة، وهم ورش وقالون وإسماعيل بن جعفر وإسحاق المسيب المدني. ورشون وقالون وإسماعيل بن جعفر وإسحاق المسيب المدني. فيما يخص ورش له ثلاث رواة، ومعروف أن في التيسير والشاطبية ليس له إلا راوي واحد وهو أبو يعقوب الأزرق، لكن في هذه الروايات أن لورش ثلاث رواة، وهم أبو يعقوب الأزرق
عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أبي القاسم العتاقي، وأبوه هو الإمام الفقيه المالكي الذي أخذ عن مالك، وهو ابن القاسم رحمه الله. فولده هذا من رواة الذين رووا القراءات عن 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 ورش. ثالثا محمد بن عبد الرحيم أبو بكر الإصبهاني، أبو بكر الإصبهاني. إذن فلورش ثلاث: أبو يعقوب الأزرق، وعبد الصمد العتقي، ومحمد بن عبد الرحيم الإصبهاني الأسدي. أما ورش عن نافع فقد روى عنه مشافهة، يعني لم تكن بين ورش ونافع واسطة، فرحل من مصر إلى المدينة وقرأ على نافع، وكان نافع يقرأ عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالتناوب، بالتناوب. ومعروف أن الشيخ إذا كان له يعني طلاب كثيرون فالنوبة لا تأتي لك إلا ربما مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر، وقد تكون مرة في شهور. فلما رأى يعني نافع أن ورشا جاء من بلاد مصر كان يخصه ببعض الساعات، وكان أحيانا يذهب معه إلى البيت ويقرأ عليه. إذن فورش قرأ على نافع بدون واسطة، بمعنى بدون واسطة أي قرأ عليه مباشرة. وعبد الصمد العتقي أيضا أخذ عن ورش كذلك بدون واسطة، فقرأ على ورش. لما رجع ورش إلى مصر قرأ عليه عبد الصمد العتقي الرواية التي تخص عبد الصمد، ورواية عبد الصمد هذه كذلك من جملة الروايات التي لا توجد إلا في المغرب إلى الآن. الراوي الثالث وهو محمد بن عبد الرحيم الإصبهاني هذا قرأ على ورش بواسطة، بمعنى أنه يعني لم يدركه، لم يدرك الإصبهاني ورشا. فبينه وبين ورش رجلان، وقد يكون في بعض الأسانيد رجل واحد. فقد قرأ الإصبهاني على سعيد بن عامر الجرشي، وقرأ سعيد بن عامر الجرشي على ورش، على ورش. وكذلك قرأ الإصبهاني على مواس بن سعد بن سهل، وقرأ كذلك على داود بن أبي طيبة، وهما قرأ على ورش. فقد تكون كما ذكرنا بين ورش والإصبهاني رجلان، وقد يكون بينه وبين ورش رجل واحد. والحاصل أن محمد بن عبد الرحيم الإصبهاني لم يقرأ على ورش مباشرة. هؤلاء الرواة الثلاثة هم رواة ورش عن نافع. الراوي الثاني عن نافع، وهذا يعني فيما يخص هذه الروايات الراوي تحول إلى قارئ. يعني إذا ذهبنا إلى التيسير والشاطبية نجد أن ورش الراوي من الرواة، ورش راوي من الرواة والقارئ هو نافع، لكن في هذه الرواية قد يتحول الراوي إلى قارئ. وهذا الصلاح قد يكون الصلاح يعني يوافق يعني يحمل هذا ويحمل هذا، أي يعني أن الاصطلاح قد يرجع إلى القارئ وإلى الراوي وإلى الطريق.
بمعنى أن صاحب الطريق قد يتحول إلى راوي، والراوي قد يتحول إلى طريق، ولهذا يقال له طرق نافع ورواية نافع. طرق نافع ورواية نافع، طرق نافع العشرة ورواية نافع أيضا العشرة. هذا اصطلاح يعني ما الأمر فيه واسع إن شاء الله. إذن فلورش كما ذكرنا هؤلاء الثلاثة. ننتقل إلى قانون. قانون وهو عيسى بن مينا المدني ربيب نافع، ربيب نافع قرأ على نافع مباشرة. ولقالون أيضا ثلاث رواة، قالون أيضا له ثلاث رواة مثل ورش. أولا محمد بن هارون المروزي أبو نشيط، أخذ عن قالون مباشرة أي بدون واسطة. الراوي الثاني عن قالون وهو أحمد بن يزيد الحلواني، أحمد بن يزيد الحلواني، وأيضا أخذ عن قالون مباشرة أي قرأ عليه عرضا مباشرة. الراوي الثالث عن قالون وهو إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي البغدادي، القاضي إمام المالكية في بغداد، فهو إمام في الفقه والحديث، وأيضا هو من تلامذة قالون. رواية القاضي هذه أيضا لا توجد إلا في المغرب. إذن فلقالون ثلاث رواة وهم محمد بن هارون أبو نشيط المروزي، وأحمد بن يزيد الحلواني وهو أيضا يعني في هذه الروايات يعني لا توجد في الشاطبي ولا في التيسير، وأيضا القاضي إسماعيل، القاضي إسماعيل البغدادي المالكي. إذن فمجموع يعني فيما يخص ورش وقانون ست روايات. الراوي الثالث عن نافع وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري المدني، وهو الإمام الحافظ الكبير أخذ عن نافع عرضا، وأخذ عن شيبة بن نصاح تابعي عرضا أيضا، وأخذ على عيسى بن وردان وعلى مسلم بن جماز، وهؤلاء بعضهم من التابعين وبعضهم يعني من تابع التابعين، وهؤلاء كلهم كانوا في عصر الإمام نافع. أما شيبة بن نصاح فهو من التابعين وهو من شيوخ نافع، وعلى هذا فيكون إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ساوى شيخه نافع في روايته وقراءته على شيبة بن نصاح، وأيضا كذلك مسلم بن جماز كذلك أيضا من شيوخ نافع. هذا الإمام إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري إمام في القراءات وإمام أيضا في الحديث، ولهذا حديثه موجودة في الصحيحين وفي السنن وفي غير ذلك من كتب الأحاديث.
فهو إمام حافظ ضابط ثبت في القراءة وفي الحديث. إسماعيل بن جعفر هذا له راويان، أولا الراوي الأول أحمد بن فرح بن جبريل المفسر، أحمد بن فرح بن جبريل المفسر البغدادي، وهذا إمام كبير له روايات في جميع القراءات، فهو موسوعة إمام جليل في هذا العلم، وهو أيضا مفسر للقرآن الكريم. أحمد بن فرح هذا بن جبريل المفسر البغدادي يعني لم يروي عن إسماعيل مباشرة، وإنما بينه وبين نافع راوي وهو أبو عمر الدوري البغدادي، فأبو عمر الدوري هذا هو الذي قرأ على نافع، وقرأ على الدوري هذا أحمد المفسر بن فرح المفسر. أبو عمر الدوري هذا هو تلميذ أبي عمرو البصري الذي نقرأ من روايته في السبع، وهو أيضا تلميذ الكسائي الذي نقرأ أيضا بروايته في الشاطبية والتيسير. وتجد رواياته في السبع وفي العشر وفي هذه الروايات وفي غيرها، فهو إمام كبير في علم القراءات وأيضا في علم اللغة والنحو. إذن فبين نافع، بين إسماعيل بن جعفر وأحمد بن فرح الراوي الأول، بينه وبين إسماعيل الدوري. الراوي الثاني عن إسماعيل وهو عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء، عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء هو أيضا أخذ عن الدوري، والدوري أخذ عن إسماعيل بن جعفر، الدوري أخذ عن إسماعيل وأخذ عن الدوري أحمد بن فرح وكذلك عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء. عبد الرحمن هذا بن عبدوس أبو الزعراء كذلك تجد روايات تجد رواياته في السبع وفي العشر وفي غيرها، فهو إمام موسوعة في علم القراءات. الراوي الرابع عن نافع، وهو إسحاق المسيبي المدني، إسحاق المسيبي المدني. أخذ عن نافع مباشرة، لأنه كان في زمانه وهو قريب في سنه، أي إسحاق قريب في سن نافع، وكذلك إسماعيل السابق كذلك فسنه وسن نافع يعني متقاربان. إسحاق المسيبي هذا أخذ عن نافع، له راويان، الراوي الأول ولده محمد بن إسحاق المسيبي، هذا الراوي الأول عن إسحاق المسيبي، والراوي الثاني محمد بن سعدان النحوي الضرير، محمد بن سعدان النحوي الضرير. أخذ محمد بن إسحاق ومحمد بن سعدان عن إسحاق المسيبي مباشرة، فثلاث رواة عن نافع مدنيون، قالون وإسماعيل وإسحاق وورش مصريون. إسحاق المسيبي هذا ك
كان يقرأ بالبسملة في الصلاة في الفاتحة، يعني إذا صلى يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فأرسل إليه مالك رحمه الله ابن أخته وقال له أبلغه السلام مني وقل له أتيت بشيء في المدينة، أي وهي البسملة. فقال له إسحاق أبلغ أبا عبد الله مني السلام، شو الأدب، أبلغ أبا عبد الله يعني مالك مالكا مني السلام وقل له إنك كثير ما كنت تحدثنا ألا نأخذ عن أهل العراق، كنت تحدثنا كثيرا على أن لا نأخذ عن أهل العراق، يعني ليس هذا معنى أن الناس لا يأخذون عن، وإنما مالك رحمه الله ربما ما نقل له من العراق إلا الناس الذين ليس لهم ثبت في الحديث في ذلك الزمان، وإلا فالعراق أئمة كبار ضباط إلى غير ذلك. لكن في عصر الإمام مالك الله أعلم كيف كان توجيه الإمام مالك، حتى كان يقول للناس لا تأخذوا عن أهل العراق. فقال له أبلغ مني، أبلغ أبا عبد الله مني السلام وقل له إنك كثير ما تحدثنا عن أن لا نأخذ عن العراق، وترك البسملة أخذته عن حميد الطويل، ترك البسملة أخذته عن حميد الطويل، وحميد الطويل هذا عراقي، يعني حجة عن الإمام مالك رحمه الله، لأن مالك في كتابه الموطأ قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد، مالك عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالحمد، وقال أنا صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعمر فكلهم كانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم إذ افتتحوا الصلاة، صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وفي رواية إذا استفتحوا الصلاة، وفي رواية كانوا لا يجهرون بالبسملة في إذا افتتحوا الصلاة. لكن هذه الروايات كلها تدور على حميد الطويل شيخ مالك رحمه الله. حميد الطويل هذا لا مطعن فيه، فهو إمام ثبت في الحديث وهو عراقي، ومالك رحمه الله لم يأخذ عن أهل العراق إلا رواية حميد الطويل، وفي هذه المسألة أي في البسملة في ترك البسملة. فإسحاق المسيبي لما أرسل له مالك وقال له ما قال حاجه بأن أخذت ترك التسمية في الصلاة عن حميد، وحميد هو من العراق، مما يدل على جلالة قدر هذا الإمام إسحاق المسيبي الذي نحن نقرأ بروايته فيما يخص هذه الرواية العشر. إذن المجموع من هذه الرواية 10 روايات، وارسل له 3 رواه، قالوا له 3 رواه، إسماعيل له راويان، وإسحاق المسيبي له راويان، فالمجموع 10 روايات. وهذه الروايات هي التي افتتح بها الإمام الداني في كتاب التعريف وقال وهذه الروايات 4 هي التي كان يأخذ بها أهل الأمصار، هذه الروايات 4 التي كان يأخذ بها أهل الأمصار، يعني هذه الروايات 4 وارش وقالون من الطرق هذه التي ذكرنا بالروايات هذه التي هي التي كان يأخذ بها أهل الأمصار جميعا يقرؤون بها.
مما يدل على أن في عصر الإمام الحافظ أبي عمرو الداني كان أهل الأمصار كلهم يقرؤون بهذه الروايات العشر. الأمصار كلهم كلها يعني الأقطار الإسلامية كلها كانت تقرأ بهذه الروايات العشر. هذه هي الرواية التي عن نافع والتي نقول لها يعني الطرق العشرة عن نافع أو الرواية العشرة عن نافع. فكما ذكرنا نقلت إلى المغرب. المغاربة عندما وصلتهم هذه الرواية العشر أولا نشروها، ثانيا ألفوا كما ذكرنا ألفوا فيها الكتب. بعض هذه الكتب نظم وبعضها نثر. فتتابعت الكتب والمؤلفات في هذه القراءات، وهي الآن موجودة هذه يعني هذه المؤلفات بكثرة وعبر العصور حتى القرن الثاني، بداية القرن الثاني عشر وفيها مؤلفات، بداية القرن الثاني عشر وفيها مؤلفات، بل والقرن الثالث عشر فيها مؤلفات. فهذه القراءات منذ أن انتقلت إلى المغرب وهي يعني بعلمائها وأئمتها ومدارسها وطلابها ومؤلفاتها انتشرت في المغرب. ثم المغاربة صنعوا لها مثل ما صنع الإمام الشاطبي للسبعة، صنعوا لها رموزا مثل رموز الشاطبي التي جعل للقراء السبعة والرواة رموز. فالمغاربة كذلك استعملوا لهذه الرواية العشر عن نافع رموزا مثل الشاطبي. فبما يخص ورش ورواته الأربعة، رمز لهم المغاربة بكلمة أي برمز جيتاصين. الجيم لورش وهو الراوي أو نقول القارئ، الياء أبو يعقوب الأزرق، التاء عبد الصمد العتاقي، والصاد محمد بن عبد الرحيم أبو بكر الصبياني. جي طاسين جمعت ورش وجمعت رواته الثلاث. قالوا أيضا له كذلك استعمل له المغاربة كلمة هو ورواته الثلاث، فرمزوا له بكلمة بمحقين. الحرف الأول دائما يدل على الراوي الذي روى عن نافع مباشرة، فالبالي قالون، وهو أيضا في الشاطبية البالي قالون. الميم من بمحقين، الميم لمحمد بن هارون المروزي أبو نشيط. والحالي أحمد الحلواني، أحمد بن يزيد الحلواني. وهذا تجد روايته في السبع، هذا فهو من يعني مما روى عن في قراءة الكسائي وقراءة حمزة وغير ذلك. أحمد بن يزيد الحلواني هذا الراوي الثاني عن قالون، والقاف هو القاضي إسماعيل البغدادي الذي ذكرناه. إذن فكلمة بمحق فيها أربعة حروف،
الباء والميم والحاء والقاف. الباء لقالون، والميم لمحمد بن هارون المروزي، والحاء لأحمد الحلواني، والقاف للقاضي إسماعيل عن قالون. أيضا استعملوا لرواية إسماعيل، استعملوا لها رمزا، وهذا الرمز هو لف زين. لف زين، اللام والفاء والزي، لف زين. اللام لإسماعيل أي للراوي عن نافع، لإسماعيل بن جعفر. وفي السبع اللام لهشام. الراوي الأول عن إسماعيل رمزوا له بالفاء، وهو أحمد بن فرح المفسر، رمزوا له بالفاء من قول من كلمة لف زين. ومعروف في السبع أن الفاء لحمزة، ورمزوا لعبد الرحمن بن عبدوس بالزاي. إذن فمجموع ما رأى إسماعيل وراوياه مجموعة رمزوها مجموع في كلمة لف زين. الراوي الرابع عن نافع وهو إسحاق المسيب كما ذكرنا، استعمل له المغاربة هو وراويه رمزا أيضا، فرمزوا له بكلمة سودين. سودين. السين دائما الحرف الأول لمن روى عن نافع، السين لإسحاق المسيبي، والواو ولده وهو محمد بن إسحاق. والدال محمد بن سعدان. إذن فمجموع الكلمات التي رمز بها المغاربة إلى هؤلاء العشرة، وهي جاي طاسين، ممحقين، لفزين، سودين. سودين. بقي راويان أي طريقان عن أحمد بن يزيد الحلواني، لأن تفرعت روايته عن قالون. فيعني أبو عون الواسطي أخذ عن أحمد بن يزيد الحلواني، وكذلك الجمال عن أحمد بن يزيد الحلواني، فتفرعت رواية أحمد بن يزيد الحلواني عن قالون. وبعضهم يرمز لأبي عون بالعين. وللجمال بالجيم. إذن فأحمد بن يزيد الحلواني الحاء عن قالون، وعنه أبو عون يرمز له بالعين، وعنه أيضا وعنه يعني الجمال عن أحمد يزيد، أحمد بن يزيد الحلواني يرمز له بالجيم. فتكون يعني رمز أبي عون الواسطي والجمال بكلمة عجين. عجين. هذه هي الرموز التي استعملها المغاربة فيما يخص الرواة الأربعة وطرقهم العشرة. لكن هل اقتصر المغاربة على هذه الرموز فقط؟ لا، فمثل ما صنعوا للرموز الشاطبية أيضا استعملوا لهذه الرموز. فالمغاربة لم يقتصروا على رموز الشاطبي فقط، زادوا عليها رموز أخرى يعني في الجمع وكذا، مما يدل على أن المغاربة لم يجمدوا على ما أخذوا، بل شرحوه وبينوه وأوضحوا. هم لم يزيدوا في الحقيقة على القراءة، إنما استعملوا فيها رموزا وجددوا فيها الأمر.
فلهذا لم يكن يعني عقول علماء المغرب هذا يعني جامدين على ما أخذوا فقط، لا، مما يدل على 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 علماء العلماء والفقهاء أنهم كانوا دائما في تجدد، يعني تجددهم مستمر دائما، عقولهم وذكاؤهم يعني مستعملان عبر التاريخ. فذكرنا أنهم كما خدموا رموز الشاطبي ولم يقتصروا عليها، كذلك خدموا هذه الرموز لما صنعوها، وأيضا كذلك خدموا الرموز القراء الثلاثة المتممة للعشرة أيضا، فهم لم يقتصروا على ما ذكره الحافظ ابن الجزري في الدرة، بل زادوا عليها واستعملوا رموزا أخرى تبين يعني تبين أكثر. ثم هذه الرموز السابع والعاشر والعاشر الصغير، يعني ذكرنا أن بعض الحروف قد تجتمع فيها، قد يجتمع فيها رمز للسبعة ورمز للعشرة ورمز لنافع، للعشرة لنافع. فمثلا نعطيكم الجيم، الجيم في السبع في الشاطبية لورش، وأيضا في العشر لنافع ورش، الجيم ورش، وفي العشرة الثلاث الجيم للجماز. إذن حرف الجيم اجتمع فيه ثلاث رواد، كيف نفك هذا الأمر؟ فالمغاربة استعملوا إذا كان الجيم لورش في السبع في الشاطبية لا يضعون عليه أي علامة، الجيم فقط. فإذا كان في العشر قراءة العشر وضعوا على الجيم حرف المد، يميزون بين ورش في السبع وابن الجماز في العشر حرف مد على الجيم. فإذا جاءوا إلى العشر لنافع كي يفرقوا بين الرمز الذي في السبع والرمز الذي في العشر وضعوا عليه سكون على الجيم. فأنت عندما ترى الجيم مجرد بدون أي علامات تعلم أن هذا ورش في السبعة، وأنت عندما ترى على الجيم مدا تعلم أن هذا الرمز للقراء للعشرة، ماشي للعشرة، غير نافع. وأنت عندما ترى السكون على الجيم هذا يعطيك أن هذا الجيم هو في العشرة. وهكذا كل رمز اختلط رمزه يعني يرمز له بحرف واحد في السبع وفي العشر، وهكذا المغاربة استعملوا مثل هذه الأمور. ثم استعملوا السكت له علامات رموز، وبين الصورتين يعني رموز أخرى، وهكذا يعني. وأنت عندما تريد أن تجمع يعني سواء السبع أو تزيد عليها العشر، أي القراء الثلاثة أبو جعفر وإسحاق ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وخلف بن هشام البزار، أنت عندما تجمع هذه يعني السبع مع العشر لا بد لك من رموز، ولا بد لك من مما يفك ويبين لك هذه الرموز ماذا يقصد بها. هذا الاستعمال المغاربي للرموز في الجمع يعني هو خاص بأهل المغرب مثلا، يعني غيرهم لم يستعملوا لا رمز ولا أي شيء، تقرأ هكذا. فالمغاربة استعملوا رمزيات، وهذه الرمزيات عندما يحصل فيها بعض الإشكال أو بعض هذا، لا، المغاربة يعني يبينون ويوضحون المسائل أيضا برموز أخرى. فمثال الفاء لحمزة، الفاء لحمزة في السبع، فإذا جئت إلى العشر قراءة العشر غير نافع فتجد الفاء لخلف
بن هشام البزار كان في السبع لشيخه حمزة، فرجع في العشر لخلف بن هشام البزار. وأنت عندما تذهب إلى القراءات العشر تجد الفاء كما سبق لأحمد بن جبريل المفسر. إذن فالفاء رمز لحمزة في السبع، رمز لخلاف في العشر، ورمز لأحمد بن لأحمد المفسر في العشر لنافع. هكذا في العشر كذلك يستعملون على الفاء علامة المد، وفي السبع يتركونه بدون أي إشارة أي علامة. فإذا جاءوا إلى العشر النافع وضعوا على الفاء سكون. يعني هذا التوضيح العجيب وهذه الرموز العجيبة يعني هي خاصة بعلماء المغرب، خاصة بعلماء المغرب. هذه الأمور التي نتحدث الآن فيها لا توجد في أي بلد. ذكرنا أن هذه الرموز يعني تخص المغاربة، ورموز أخرى غير هذا الذي ذكرنا، هذا الذي ذكرنا الآن، هو رموز كثيرة وكثيرة. فجمع المغاربة السبعة برموزهم الخاصة، فقرأوا السبعة بالرمزية، بالرمزيات، وأيضا بالرسميات. الرمزيات يعني هذا خاص بالجمع، أي كيف تجمع، كيف تجمع السبعة، ماذا تقدم، ماذا تؤخر، إلى أين ينتهي هذا القاري، وإلى أين ينتهي هذا الراوي، وهل اندرج معه راوي أم لم يندرج معه. كل هذا تجده في الرمزيات يعني موضح. فجمعوا السبعة في هذه الرمزية التي تسمى الرمزية للسبعة، أو رمزية، وقد يقال لها رمزية حمزة، لأن المغاربة عند من يقرأ السبع ويحفظ السبع يقول هذا حمزاوي، أو قرأ حمزة، أو قرأ سيدي حمزة. فإذا قرأ الإنسان السبعة وكانت له همة عالية وإرادة قوية، انتقل عندما يحفظ السبع بهذه الرمزية ويحفظها. يعني هذا من خصوصية المغاربة، أن هذه القراءة السبع في الجمع تحفظها كما تحفظ القرآن. يعني بمعنى أنك يعني ليس يعني كلما أردت أن تقرأ السبعة تقرأ في الرمزية، وإنما الرمزية كبالنسبة للحافظ للمصحف الذي يحفظ القرآن ويتقن القرآن، عنده مصحف لكن لا يقرأ به. كذلك الذي يحفظ السبع لا يأخذ الرمزية يقرأ بها دائما، هو حافظ هذا السبع، هذا الجمع حافظه في صدره. هذا أيضا من خصوصية المغاربة، من خصوصية المغاربة. وكان الشيوخ رحمهم الله عندما يقرأ السبع فقراءته للجمع للسبعة كقراءة الفاتحة، لا تلعثم لا سهو لا أي شيء، كما يقرأ رواية وارث وحدها يقرأ السبع كذلك، من خلال التمرون ومن خلال الإقراء ومن خلال القراءة ومن خلال هذا هذا. والحمد لله الإنسان يدركه، خصوصا من حافظ السبع ثم صار يعلم يقرئ، لأن هذا العلم من بركة أنك عندما تنفقه يزداد عندك، يزداد العلم إذا أنفقته يزيدك علما. فالشيوخ الذين يعني الذين قرأوا هذه القراءات وأقرأوا بها زمانا فتصير قراءة بمثل ما ذكرنا. كما ذكرنا إذا كان للطالب همة وإرادة قوية عندما يحفظ السبع ينتقل إلى جمع العشر الثلاث مع السبع، ثلاث ماشي نافع، لا الثلاث أبو جعفر و
إسحاق يعقوب بن إسحاق الحضرمي وخلف بن هشام البزار الذي هو تلميذ حمزة راوي حمزة. فيجمع هذه القراءات العشر التي تسمى يعني القراءات العشر فيضمها للسبعة، وأيضا لها رمزيات خاصة ورسميات خاصة. رمزية العشرة خاصة، ورمزية السبع خاصة، ورمزية البصري خاصة، ورمزية حرمي يعني قراءة نافع المكي خاصة، وهكذا كل هذا هذه يعني التفريقة في القراءات. كل ما ذكرنا مثلا قراءة نافع مع ابن كثير لهم رمزيات ورسميات. قراءة إذا انضم إلي أبو عمرو البصري فتكون هذه الرمزية كذلك تسمى بالرمزية السماء أو رمزية البصري. وكذلك السبع كما ذكرنا. فإذا انتقل الطالب من جمع السبع عندما يجمع السبع ويحفظها ويراه الشيخ أنه قد أتقن حفظ السبعة وعرضها عليه بالجمع هكذا، فينتقل إلى القراءة العشر أي يزيد على السبعة ثلاث، فيصير المجموع عشرة. يصير المجموع عشرة، ومعروف أن السبعة يعني 14 راوين والثلاث ست رواه، فيكون المجموع 20 راوية فيما يخص السبع والعشر. في هذا القدر كفاية إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.